تنضم إلينا من ساحة ساسين الأشرفية في بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنة. آخر مشهد لديك إلى الآن كلودي. نحن هنا في هذه المنطقة من بيروت ساحة ساسين، من يعرف العاصمة اللبنانية يعرف أهمية هذه الساحة. هذه الساحة مقفلة الآن، المتظاهرون والمحتجون يواظبون على البقاء هنا وقد نصبوا خيما في هذه الساحة، وليس بالإمكانية يعني قطع هذا الطريق إلا سيرا على الأقدام. وأجواء احتقان كثيرة هنا، المواطنون يعبرون عن آرائهم المعارضة للخطة الإصلاحية التي عرضها رئيس الحكومة سعد الحريري، ويطالبون كما غيرهم في ساحات أخرى من لبنان، يطالبون بحكومة اختصاصيين، حكومة فيها شفافية. ومن يستمع إلى ما يردده المواطنون عبر مكبرات الصوت في هذه الساحة يتأكد أكثر فأكثر أن الثقة لم تعد موجودة بهذه الطبقة السياسية الحاكمة. كي لا أطيل الكلام وأعطي الكلام للمحتجين، سوف أسأل يعني ليش ما وافقتوا على هالورقة الإصلاحية التي عرضها الرئيس الحريري، رغم أن فيها كثير من المطالب التي تطرحونها بهذه التظاهرات؟ مزبوط، في كثير مطالب نحن موجودة بقلب هذه الورقة الإصلاحية، بس أنا وين بعد بدي أوثق بورقة إصلاحية انعملت بأقل من 72 ساعة؟ نحن صرنا أكثر من سنتين بهذه الحكومة موجودة بالشعب اللبناني قدامه، ولا عم بتعمل شيء، ولا عم تفرجينا شيء، ولا عم تبرز ولا أي نتيجة، يعني كيف ولا بيطلعوا بقرار؟ هلا ب 72 ساعة قدروا يشكلوا هدول القرارات كلها ويحطوا لها نقاط وبدوا يطبقوها، والوعود كثير يعني كثير مثل ما بقولوا خيالية. يعني أنا عم تعمل لي ب 72 ساعة قدرت فرجتني إنه لبنان بأقل من جمعتين بصير سويسرا، وبنرجع لسويسرا الشرق الموجودة هون. هذا شوي عم تضحك على العالم، العالم بطل فيها تصدق صراحة، العالم قرفت من هذا الشيء الموجود، العالم قرفت من السلطات الموجودة عن الحكام اللي عنا إياها، خلص بزيادة يعني. طيب نحن شفنا في تواجد لقوى أمنية هون بالمنطقة، البعض من المحتجين يعني أبدى خشية من أن يكون الهدف هو إزالة الخيام اللي أنتم وضعتموها هون، في مطروح هذا الاحتمال أنه تبطلوا معتصمين أنه تفتح الطريق؟ لا تفتح الطريق ونبطل معتصمين هذا شيء كثير صعب، لأنه نحن رأينا معروف شو هو وقرارنا أخدينه، ونحن باقيين هون لتسقط هذه الحكومة، لأنه ما في شيء بفرجي هذا القرار الا الشعب، والشعب هذا مطالبه، والشعب باقي هون لاخر نفس. انت رح تبقى هون ايضا؟ بس باقي هون اليوم وبكره واللي بعده، وكنا باقيين هون. طيب نحن باليوم الخامس للاحتجاجات، انت ما عم تشتغل، ما عم تتعلم، يعني شو هي يومياتك؟ نحن انا شخص بشتغل، خلصنا علمنا وقعدنا تعذبنا لقينا شغل، وشغل واحد ما بيقدينا، نشتغل شغل واثنين وثلاثه لنقدر نأمن لقمة عايشنا، ولقمة عايشك ما بتكفيك لاخر الشهر. ف بعتقد انا 5-6 ايام او 10 ايام او 100 يوم بعد قادر ضايلني وصامد هون. ما في شيء بفرجي هيدا الاكثر انه نحن تعبنا كثير قبل وقضينا كثير، هالكم يوم ما بيأثروا، يوم بيزيد يوم بالناقص، مهم اوصل لنتيجه. يعني بعد انتهاء مهله 72 ساعه غدا ما في مصارف، ليس من مدارس، ليس من جامعات، البلد سيبقى مقفلا. رح اسال ايضا احد المحتجين، يعني انت توافق على هذا الجمود بالحياه بالدوره الاقتصاديه بالبلد، ما رح تاثر عليكم على استمراريتكم ايضا؟ هلا اكيد بتاثر، بس ما عرفنا فيه من قبل، فينا نضحي بعد كم يوم يعني، لان ورقه اصلاحيه كانت كثير ناقصه وخاليه من تغييرات، بدنا تغيير. يعني لو غير وزراء عملوا سألوا عملوا شيء، ما عملوا شيء للشعب، يعني حكي كله حكي حكي بلا طعم، يعني ما في نتيجه. يعني كما هيك باقيين هون، بس في تغير جذري بالموضوع هيدا، المفروض يعملوا حكومه مستقله هي تدير الامور، يعني ما في غير حل. يعني كان المطلوب خطوه عمليه وليس فقط قرارات، هيدا اللي انت، لانه الشعب ما عنده ثقه فيهم كلهم، يعني كرمال هيك بدنا خطوه على الارض تكون فعلا جذريه تغير كل شيء، ما تضل الامور هيك ماشيه، ووعود ووعود على الخيره. طيب ونحن نواكب هذه التحركات اذا، يعني واضح انه المطلوب خطوات عمليه، تعديل حكومه، تغيير حكومه جديده، استقاله، وجوه جديده، وجوه تكنوقراط، هذا هو الجو في الشارع. يعني انتهت مهله 72 ساعه، كان
كل ينتظر ماذا سيصدر عن الرئيس سعد الحريري، ماذا سيصدر عن مجلس الوزراء. صدرت القرارات ولكن على الأرض طيب كلودي، بعض الطرق تم فتحها ولكن كما ترون هناك طرق أساسية لا تزال مقفلة. هل هذا الموقف الرافض للورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس الحكومة وتم التوافق على بنودها، هل هذا يعتبر الموقف الوحيد وموحد في صفوف هؤلاء المحتجين أم هناك تباين؟ في الواقع كما علمت أنه صدر، يعني حصل اجتماع موسع لعدد كبير من المشاركين في هذا الحراك المدني وصدر بيان وقال أن لا عودة إلى الوراء. إذن لا عودة إلى الوراء، لا عودة إلى ما قبل 17 أكتوبر 2019 في بيروت. هذا ما يؤكده الذين يشاركون في هذا الحراك المدني حتى سقوط الحكومة وحتى تشكيل حكومة من اختصاصيين. هذا المطلب تكرر في ساحة رياض الصلح، تكرر هنا في الأشرفية، تكرر في الزوق في جونية، تكرر في طرابلس، تكرر في الجنوب. الجميع يريد صدمة كبيرة، صدمة إيجابية. إذا لم تحصل هذه الصدمة بعد هذا الحراك الأول من نوعه في لبنان الذي يفوق بأعداده ورمزيته ما حصل في 14 أذار 2014 مارس 2005، فما الذي سيتغير إذن في لبنان؟ هذا الأمر يطالب به المحتجون. سوف نرى كيف سيتم التعاطي، سوف نرى إذا ما كان الرئيس سعد الحريري بالفعل سيظهر لهؤلاء المحتجين والمتظاهرين أنه متعاطف معهم فعلا وليس قولا فقط، وبأن الإجراءات ستكون سريعة وسريعة جدا ومدعاة للثقة، وإلا فإن لبنان أمام أزمة الإقفال المستمر وحتى بروز أفق جديد في التعاطي مع المتظاهرين والمحتجين. من ساحة ساسين الأشرفية في بيروت، مراسلة الغد كلودي أبي حنة، شكرا جزيلا لك مراسلة الغد.